طيب بهذا الفوز بقى الثلاثي الاهلي ضرب عده عصافير بحجر واحد وسجل بعض الارقام الحقيقه في هذا اللقاء. بقى النادي الاهلي اول فريق مصري يفوز في الكونغو الديمقراطيه، وانا قلت قبل كده يا جماعه الناس اللي مش واخده بالها من الكونغو الديمقراطيه، لان كلمه الكونغو بتلمس مع الكونغو برازافيل. الكونغو الديمقراطيه واحده من اعرق دول القاره في كره القدم، دي زئير من سنة 1971 تقريبا لغاية يمكن 1999 أو 98 كان اسمها زئير. بعد 99 رجعت للمسمى القديم بتاعها الكونغو الديمقراطية، بس وقت ما كان اسمها زئير منتخبها في 74 في القاهرة هنا عمل واحدة من المباريات الدراماتيكية الغريبة العجيبة في تاريخ كأس الأمم. كانوا بيلعبوا منتخب مصر، وكان منتخب مصر وقتها بقيادة الكابتن علي أبو جريشة فكاهة الكرة المصرية. مصر تقدمت 2 وإذا بفريق زئير اللي هو الكونغو الديمقراطية لاحقا يقلب الطاولة ويكسب 3-2 ويروح للمباراة النهائية في كأس الأمم في القاهرة في استاد القاهرة، لعب مع زامبيا. لكن اتعادل مع زامبيا ما كانش وقتها تاخد العام أو اللجوء لركلات الترجيح، فلعب وقت لعب إعادة المباراة وفاز زئير بكأس الأمم الأفريقية. وبالمناسبة زئير اللي هي الكونغو الديمقراطية لاحقا شارك في كأس العالم 74. ولما بنقول الإنجلبير ومباراته الشهيرة مع الإسماعيلي، الإنجلبير من الكونغو الديمقراطية اللي هو مازيمبي فيما بعد، يعني اسم مازيمبي هو فيه الإنجلبير. فدي دولة فيها كرة قدم عريقة جدا. لما النادي الأهلي كان مازيمبي السنة دي لغز لما النادي الاهلي حقق هذا الفوز اصبح هو اول فريق مصري لنادي يفوز في الكونغو الديمقراطيه في البطولات الافريقيه. من مجموع كام بقى؟ 23 مباراه لفرق مصريه لعبتها في الكونغو ما حدش عملها الا الاهلي بهذه الثلاثيه. الانديه المصريه خسرت في الكونغو الديمقراطيه 16 مباراه وتعادلت 6 مرات. انجاز مهم وبنتيجه كبيره، حاجه تفرح يعني. الأهلي حقق كمان بهذا الفوز الثلاثي أكبر انتصار له خارج أرضه في دوري الأبطال منذ الانتصار على ماجد تنزاني بنفس النتيجة سنة 99. أفشى كمان بهدفه في فيتا كلاب، رفع رصيده الخمس أهداف مع الأهلي في دوري الأبطال علشان يعادل رقم أحمد فتحي وحسام غالي وربيع ياسين. الأهلي رفع رصيده من الانتصارات في البطولات الأفريقية خارج الأرض إلى 41 فوز من 182 مباراة، اتعادل 68 وخسر 73 وأحرز 139 هدف واستقبل 181 هدف. طيب يعني خارج الأرض دي تعتبر أرقام سلبية، لكن الجميل فيها أن معظم الأرقام الإيجابية جاءت بعد 2000. وده بيقول لك أنك أنت خدت ثقافة جديدة وبقى عندك جرأة أخرى أنك تكسب خارج الأرض. تكسب خارج الارض وترد على مدرب فيتا، لانه الحقيقه كان له كلام غريب جدا اعتقد رد عليه موسيماني ازاي بعد الفاصل.